اهو اه ده رايك نحترمه نادر الغندري فالورسيون بالنسبه لنا احنا تقييم نادر الغندري يصير في المنتخب من افضل لاعبين اللي عدوا معنا مباريات تعماريا ليوتور كان من الاسباب اللي خلتنا نكون متواجدين في كاس العالم. مشاركته في الكارير كاب كان ممتاز مع المنتخب في كاس العالم ضد المنتخب الفرنسي قدم واحده من افضل المباريات. انتقل للنادي تاعه كيف ما حكيت على عده لاعبين اللي في فاز الادابتاسيون مع الكلوب ما وافقكش كونه سجل اهداف ولا يعني اذا نحكيو تكنيكمون كوره تبدا تضرب في ديفونسور وكيف هي مش بالطريقه هذه في المنتخب باش نقيموا اللاعبين ثقتنا كبيره في نادر الغندري. سامحني قوموا باستدعاء ولا باش نعملوا دي شوا ما نعملوش اون باكيتش اش بيهم هما اش بيهم احنا ناخذوا كابر كاب هيثم جويني كنا نتابعوا فيه في فتره التحضيرات قام فتره ممتازه جدا مستحقينه في البوست هذا بالنسبه لي انا هيثم جويني سي اون كونفيرماسيون بالنسبه لي ستاج هذا ضد المنتخب الليبي السبعينات ألق في البطولة جا كان موجود في المعسكر تاع شهر مارس قام بزوز مباريات ممتازة ضد المنتخب الليبي شهر جوان ما خداش ان تون جو على خاطر حبينا نشوفوا دوتر سوليسيون اليوم اللي اون تران دو كونفيرمي في الكلوب تاعو تبعنا كثير فترة بريباراسيون علاش هيك جوني موجود هيك الشيخاوي كيف ما حكيت على خاطر في البوست تاع اليمين اليوم استدعينا تقريبا ثلاثة لاعبين دونك سي بور دوني بلوس دو شونس نفس الشيء هو على لي كوتي هو اسامه بوغر ولا اسامه بوغر قاعد يقدم في مستوى ممتاز مش معناها ديجا تجاوب في برشا كلاب اول حاجه كيف ما حكيت انا الكيب هذه راهي ماهيش اليوم توا ثلاثة اربع سنين الكيب قاعده تخدم دونك لو ساتور تاع الكيب بالنسبه لي نحن واضحه انا كانت تسالني توا نجم نعطيك الكيب اللي راه فيها في اول ماتش في كوب دافريك دونك 90% الكيب واضحه في مخاخنا لكن لو مود دو فونكسيونمون في اون ايكيب ناسيونال ما نجموش نجيو نسكروا الباب ونقولوا عندنا مجموعه وسكرنا ثم لاعبين قاعدين يتالقوا ثم لاعبين شباب من حقهم باش ياخذوا فرصتهم دونك لابروش بالنسبه لنا احنا سيكو ثم دي بوست مازال فيهم انسيرتيتود ثم بعض الحلول لازلنا نلقاوهم سي دون سو سونس لا اللي قاعدين ما نقولش نجربوا لكن نعطيو في فرصه على خاطر ثم لاعبين زاد اللي تالقوا برشا وعملوا ديبيو سيزون خارق العاده بالنسبه لبونتا بون يمكن انت ما تعرفش برشا الخصائص تاع اللاعبين هذوما هيثم جويني سي فري سي لو بروميير اتاكون كلاسيك نعرفوا احنا لكن الحاج محمد اللي عيطنا له استنى اتاكون كلاسيك نفس الشيء بالنسبه لي اي احنا وقتاش باش نجربوه ما لازمنا نعيطوا له باش نجمو انا نحكي لك توا سي توتا في نورمال بالنسبه للكونفوكاسيون هذه عندنا دي سوليسيون عندنا بعض التصورات على المستوى التكتيكي حتى باش نجربوه ماهوش بالضروري باش نكونوا نستعملوا لوفري نوميرو 9 كلاسيك ثم على يوسف اللي في النادي تاعو يلعب كوم اتاكون ثم عمر العيوني توا اللي راهو عكس ما يتصوروا التوانسه الكل علي حكيت انا وياه برشا عمر العيوني سي ان جوار دو كولوار معناتها هذه الفورماسيون تاعو لكن توا ديرنييرمون بدا في ليكيب نتاعو ياخذ في برشا اون جو اون طونك اتاكون حتى كي شفناه في لي ماتش يقدم في مستوى ممتاز ينجم يكون حل يوسف المساكني توما مو ينجم يكون ان احنا حل دونك قاعدين نشوف في دوتر الترناتيف لكن ديما عندنا نعرفوا اللي بعد اعتزال وهبي الخزري ديما ثم ثقه في ثلاثي ثابت بالنسبه لنا هي تحسب المنتخب اللي بعد فتره طويله رجعنا نركيو على كره ثابته كنشوف مسيره المنتخب في المباريات الاخيره ضد المنتخب البرازيلي منتخب في راسي ولو انا كوره ما تحسبتش لكن الفريق تاعنا قاعد اليوم يتحسن برشا ضد المنتخب اللي بيسجلنا على كره ثابته هذه نقطه ايجابيه واحد اثنين فيما يخص كي نحكي على عندنا مشاكل هجوميه مش معناتها مهاجمين نحكيو على ترشيد كامل على فكره كامله نحبوا الفكره اللي عندي انا والى التوجه التكتيكي سيكور اليوم اون فو انستوري اون ايكيب انتيليجونت كي تعرف تخمم ما عادش نحكيو على ايكيب ديفونسيف وايكيب اوفونسيف وما عادش هذا اليوم في الكوره ايكيب اللي قادره افيك لا فليكسيبيليتي تكتيك باش تتاقلم مع نابورت كيل سيستيم جو تعيش الوعي الكل دونك لانيماسيون هي كي كونت في هذا الكل اليوم قاعدين على مستوى الاختيارات تاعنا نحبوا نشوفوا دوتر الترناتيف اللي نجموا يعطونا قبول على مستوى التنشيط ككل مش على المستوى الفردي نفس الشيء مستوى الفردي وقت يكون لاعب بارز حكينا برشا المنتخب التونسي برمي لي كونستان اللي خرجنا بهم بعد كاس العالم في البينون اللي عملناه سي كو كان عندنا مشكل واضح مونك دو فيتاس في ليني داتاك ما كانش عندنا برشا فيتاس كان عندنا دي جوار تكنيكمون تري زابيل تري فالابل لكن كان تنقصنا عامل السرعه واذا نقيم انا كره القدم الحديث على اعلى مستوى هي ستار فوتبول دو فيتاس دونك كيف تشوف الكاليتي تاع لي زاتاك مون جبران العامل المشترك ما بيناتهم
كي سون اكسبلوزيف كي سون تري رابيد اللي نجموا يعطونا حل من الحلول. يعني بلا بالنسبه للمشوار قلت لك ثم اسيستان وثم من الهجومي اللي ستار تكنيكو يحط ها هذا شو؟ إذا نقصنا إحنا في الفرق السير والفرق شو؟ هي شو هذا؟ قلت لك رأوا ثم دوش ثم دوز الترناتيف ثم حاجات جماعية على مستوى التنشيط على مستوى الاختيارات تاعها طريقة الأداء تاعها. إحنا فنيا لازلنا نلقى حلول، مش نلقى حلول دونك لازلنا نجرب حاجات ما نجمو نجربوهم إلا في فترة كنكتب على مستوى اللاعبين. كان تنقصنا السرعة، شفنا بعض الاختيارات اللاعبين ينتزموا السرعة. شكرا لك كوتش. طيب نافع بالنسبه لنا احنا انطلقنا من اول نهار ترشحنا فيه نعرفوا الاوبجيكتيف تاعنا. اليوم المنتخب التونسي من حقه باش يمشي للنهائيات تاع كاس افريقيا هذه افيك دي زامبيسيون عاليين، الاوبجيكتيف تاعنا سون ديكلاري. اذا احنا اليوم نحتلوا المركز الثالث على المستوى الافريقي يظهر لي ما نجموا الا نكونوا متراهنين جديين على الدوره هذه. دونك اهم شيء اللي يهمني انا كون حتى في لي ديسكوسيون لي زيشانج مع اللاعبين تاعي فوتو لي جوار كانوا قاعدين نتكلموا برشا. ثم اون جينيراسيون اللي تحب تحس اللي احنا قرار من نعملوا ان اكسبلور ناخذوا ان شاء الله نحققوا نتيجه ايجابيه. دونك لا موتيفاسيون عاليه برشا، الرغبه موجوده برشا وهذا سانسيرمون وهذا مهم. وقت اللي يبداو عندك دي جوار كذا هما بيدهم يسون موتيفي وعايشين معاك ويحبوا يدزوا الجروب. دونك هذوما لي سيني جوسكا بريزون المؤشرات الايجابيه. ستة مباريات اللي مازالوا ما نحبوش نغلط ما نقولش نغلط، ولكن المباراة تاع غينيا ديما تبقى لنا احنا ان ابرونتيساج كبير. ما ثماش ماتش مصر، ما ثماش ماتش كوريا، اليوم ثم ماتش بوتسوانا، تركيزنا كله على ماتش بوتسوانا، بعد تو نحلوا دوسي ماتش مصر بعدين بالماتش بالماتش. لكن كل مباراة الوقت قصير برشا. راهو نعطيكم فكرة ما نقولش المعاناة لكن الصعوبات اللي نعيشوا فيها الكل. اليوم حتى كيف نشوف توا في جلسة مع الخيام الإطار الفني اللي دار تأليفية تاع اللاعبين اللي تشوف تقريب الجروب يتلعب على ثلاثة وما نلعب نهار الخميس. دونك راهو على مستوى المنتخب نعملوا في سيونس ودو سيونس دونترينمون. لوبجيكتيف تاعنا كونو كل سيونس وكل راسومبلومون نحاولوا نستغلوه أكثر ما يمكن بور أورماتيزم بور سكي أوتوماتيزم في وسط المجموعة مع لي شونجمون اللي قاعدين يصيروا. لكن إن شاء الله معناتها ليتا ديسبري اللي نشوف فيه توا إن شاء الله نحققوا الهدف تاعنا. بالنسبة لي احنا راهو كان موجود معنا من سنة كاملة تالي ونعرفوا إمكانيات العباد. يظهر لي قاعد يقدم في مستوى ممتاز إن شاء الله ربي يحفظه أهم شيء. المهم عند اللاعب هذا كونه إلي كونسيون بالشونجمون دو ستاتيو اللي قاعد يصير على خاطر في ظرف عامين شونجمون كبير في الكاريير تاعو من ديفيزيون تاعو مشى للدوري الدنماركي يلقى روحه توا في واحد من اعرق الفرق ويلعب في الشامبيونز ليج. دونك احنا فرحانين برشا ستان تري بون اكزومبل. حمزه رفيعه يظهر لي مثال كبير للاعبين الكل اللي في الكاريير تاع جوار نجم تتعدى لي ديفيكولتي. حمزه رفيعه كان سيتان مومون من لي جوار بروميتور في ليكيب ناسيونال، تعدى سيتواسيون تري ديليكات في الكاريير تاعو، خداش وقت لعب بدل الى شونجي دو دو فوا ما كانش سهل، وصل مشى حتى للسيري تروا معناتها في الدوري الايطالي، عمل لي ساكريفيس كبار، خدم على روحه. اليوم يظهر لي ان دو البيرفورمانس اللي عمل فيها وجوده في المنتخب ياكد اللي بالخدمه كل شيء توتي بوسيبل. احنا عندنا فيه ثقه، فرحنا برشا حمزه رفيع ان شاء الله يكون معناتها ان بلوس بالنسبه للمجموعه هذه. حمدي العبيدي ما نوفقش غير شونجمون تاع البوزيسيون تاعو. الفوتبول المودرن ديما انا نحكي انا كي تستني جو بريفير جوار بولي فالون اللي قادر باش يعطيك حل على اليسار كيما على اليمين كيما اون بوان سونو لانيماسيون تاع ليكيب تاعو سونو الرؤيه الفنيه المدرب تاعو اللي تاع الفني شنو يطلب منه. لكن حمدي العبيدي يظهر لي قام نهايه موسم ممتازه شوي شوي ان شاء الله في ديبيو سيزون يرجع للنيفو تاعو.